احنا كنا بابا ميتين، بصح كي جينا الجمعيه حسينا كاع باللي بابا مازال حايش. بهذه الكلمات المؤثرة استقبلنا الطفل وائل ببلدية العمرة في ولاية عين الدفلة على مائدة إفطار جماعي منظم من طرف جمعية البسمة الخيرية على شرف الأيتام والأرامل. هناك فرحة في هذه الجمعية وأسعدوا كل الناس اليتامى وحسسهم بأنهم في أمانة وليس لهم أي خوف من أن باباهم متوفي. بإفطار جماعي لصالح الأيتام، الأيتام ذو حنباتهم، والصورة هي التي تعبر عن نفسها، الصورة تقول لكم شكاين. المبادرة عرفت حضور كافل الأيتام الذين تقاسموا طاولة الإفطار مع الأطفال في أجواء عائلية تضامنية. شكرا جمعية البسمة لفرع بلدية العمرة على هذا عائليا خاصة الأيتام. هذا دلالة على وألفة على المحبة والأخوة والإحساس بهذه العائلات وهذه الأطفال اليتامى، وهذه صفة من صفات العائلات العين الدفلاوية. التقدير والعرفان على المجهودات الذين يقومون بها من أجل العمل الخيري الإنساني هذا، بارك الله في الجميع. لوجود الدفء العائلي، كاين عائلات ما صابوش واحد الدفء عائلي، ان شاء الله ولو بالفضل تاع العمال وعاملات ورئيس فرع بلديه العمره، ان شاء الله نكونوا ردينا لهم ولو جزء قليل من الدفء العائلي. هذا ودأبت جمعيه البسمه على تنظيم هذه المبادره كل شهر رمضان كسنه حميده لما لها من دفع ايجابي على نفسيه اليتيم ومحاوله التخفيف من فقدانه لذويها.